معكم مشاهدينا نستكمل غبقتنا، واليوم ضيوفنا منورينا ومسوي لنا وليمه مو غبقه. انمار الدارميه مرحبا فيك، وضيال عثمان احنا سعيدين بتواجدكم على شاشه تلفزيون الكويت. وكرمكم الله على الشيء الحلو هذا. تستاهلون كل خير. غبقتنا اليوم اسم على مسمى، نبي نعرف سر هذه الغبقه وهذه الطبخه الجميله من انمار اكيد، لكن قبل هالشيء اسم انمار اسمها غريب شوي، شو معنى؟ انمار اسم عربي قديم، ويقولون انه نهر بالجنه. نهر بالجنه واسم. وعندك اخت اسمها اثمار. امار 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 وانمار. اي نعم. اختيار الوالده. اساميهم غريبه كلهم ثلاثتهم؟ لا الثنتين اغرب شويه. كلهم عندهم هالموهبه ما شاء الله. هي اكثر يعني استمتع اكثر بيطبخون وتعلموا، بس هي كفن يعني ماخذه، يعني هي ماخذه منك الخلطه والطريقه والمكونات، بس مسويتها بطريقه المودرن، يعني مسويتها بشكل غريب. صح. يعني يمكن انت معلمتها كيكه الرهش، بس هي مسويتها بالتشيز كيك. بالضبط. طبق عالمي صار من محلي، صار عالمي. حتى العصيده يعني يمكن من الاطباق المحليه اللي عندنا. صحيح صحيح. ليش الاتجاه هذا ركزتي عليه انمار انه يكون الاطباق شوي؟ خليني اقول لك، من صغري مثلا يعني كبرت انا اشوف امي تدش المطبخ كل يوم او كل جمعه، يعني حق الزواره حق جمعتنا وكذي. تدش وياها؟ ادش وياها. طبعا ما افهم شيء، صغيره كنت يعني. فبدايتي كانت تعرفون اللي ينباعون بالجمعيات الاشياء الجاهزه، الحلويات الجاهزه. ادش واخلطهم، طبعا يحترقون، واهلي ما شاء الله عليهم يجاملوني. لا لذيذ وحلو بالعكس. وهذا تطورت الامور، بديت انا اي جو اون لاين انترنت اطلع وصفات اجرب، اكثر شيء حلويات واحرق. فبديت من فترة قصيرة يعني تقريبا 3 سنين أو 4 سنين بديت أتعلم الطبخ الكويتي. سهل؟ صعب. وايد صعب صح؟ إيه. أنا البداية أنا أشوف إن الأكلات اللي من برا لما مثلا تشوفين المكونات وتسوينها ترى جدا بسيطة. صح. بس أكلنا هني الكويتي شوي صعب، مو سهل يعني. مقادير كلها لازم تكون مضبوطة يعني. لا وايد هو مشكلة طبخنا إنه في وايد أكثر من خطوة وياخذ وقت. ايه تحطي الجدر والماي والبهارات واللحم. يبي له خلق. انزين. فمن فتره دشيت مع امي المطبخ. ايام الجامعه ولا قبل الجامعه؟ ايام الجامعه. ايام الجامعه. كنت اعرف يعني اسوي باستا وبيتزا، هالسوالف الخفيفه اللي كل البنات يعرفونها. بس قررت انه لا، ابي اتعلم الكويتي الاصيل يعني. فأمي أنا وايد أحب أكلها، مو لأنها أمي بس لأنها صدق تعطي، يعني تعطي الأكلة حقها. فدخلت وياها وبدأت تعلمني شوي شوي الطبخات الأصيلة. يعني خل أقول لك، أنا أمي طبخها حلو أي، بس لما نسوي تعطينا المقادير بحذافيرها بالضبط ما تطلع نفس نكهة لما أمي تسويها. النفس طبعا. النفس يلعب دور. فشلون نفسها؟ نفس نفسك؟ يعني أنا عندي أعلمها أفضل أكثر التكنيك. خطواتها. ترى التكنيك هو اللي يفرق بالطبخة. يعني مثلا أنا أمي ما تعطيني مقادير. يعني أنا البيكينج يعني الحلويات لازم كل شيء يكون مضبوط، يعني ما يصير إذا قالوا لك كوب بتحط كوب ونص. إيه صح. أكيد. بس تطلع بعدين المشكلة بالحلو إذا ما سويتي يعني دائما تنسينا. صح. ويخترب معاك مع يعني كأنك أول مرة تسوينه. أي. إذا ما سويتي بعد فترة. صح. أي. فأنا أتوقع الحلو يبي له ممارسة وايد، يعني تظلين تسوينه كل مرة يطلع أحلى من المرة اللي قبلها. أكيد. أي. يعني أنا مثلا قبل لا أدش المطبخ ويا أمي كنت لازم كل شيء بالمقادير وبالقشة بس لما دشيت وياها هي ما عندها مقادير. بالنظر يعني. فأتذكر يعني جايبة دفتري وياي بتعلم المكابيس وهالسوالف، فقاعدة وياها وهي تحط وأنا أقول لها لحظة طيبي ما أدري يعني بس حطي، أقول لها إنزين إذا بسوي أنا كم قفشة أحط؟ تقول لي كيف تحطي اللي أنت تحسين إنه هو مضبوط. منافسة بينكم بالبيت خاصة رمضان، الحب الكل يحب يدش المطبخ. هو أنا عادة طول السنة أفضل أكثر رمضان كل يوم الجمعة للعيلة يعني تجمعنا. بس عادة الواحد لما يدش المطبخ ما يحب أحد يكون وياه بالمطبخ يطبخ معاه أو يسوي له لويا. ولا كل واحدة من عزة عن حسب حسب يعني إذا بودك مرتاحة تقبلين. بعدين لازم الشخص في المطبخ أو وياك في المطبخ يكون هادي يعني نفس جوك. الوالدة بالبيت معروف عنها الإتيكيت النظام. صح.
يعني اكيد انتم ماخذين منها هالاشياء. يعني في حزه معينه تدشين فيها المطبخ، في حزه معينه تطلعين فيها المطبخ. بس شوفي انا ما تعلمت الطبخ علشان والله اطبخ، تعلمت الطبخ لان انا احس ان البنت الكويتيه ما قام يهمها موضوع انها تهتم بالبيت، عندها هذه الاشياء السنه اللي بالبيت انها ترتيب ديكورات، اذا مثلا بتسوي يمعه تعرف تسويها من A to Z، انها تعرف شلون تستقبل غيرها يعني غير اهلها القراب وكذي. فاحس ان الطبخ يعطيني هذا الشيء ان اتعلم شلون استقبل غيري، يعني أدخلهم على بيتنا، أقدم أقدم شيء يعني مبتكر. يعني دائما يقول اللي يطبخ طبخ يحب أحد يمدحه، صح، ويزعل إذا مدحه. حصة لازم تجربين الحين، نبي حصة تجرب شيء عشان تمدح اليوم أنمار. والله شنو تجربي؟ أنا والله عيني على كيكة الراهشة، أحس إنها ضياء. تقول لنا شنو أحلى شيء تسويه؟ جرب الريزوتو. الريزوتو هذه أنا على بالي كبة. لا هذه كرات الريزوتو الإيطالية. هي معروفة عندهم هناك أرنشيني. أرنشيني. وتكون شوي أكبر، بس إحنا سويناهم أصغر يعني. من وين جبت المكونات؟ المكونات صراحة وايد شفت وصفات على الانترنت، وايد شفت أشياء كذي. ضفنا بهارات غير، طريقتها غير، هي حجمها المفروض أكبر. صح. إحنا صغرناها بالبيت. سويتيها يعني حق التقديم. كل شيء من إحنا هني عندنا. صح. حقت المني الحين. إنزين سوا ضياء. شلون اكتشفته يمكن؟ أجرب الحين؟ أجرب. أشوف بس السؤال ما جربهم. سوا ضياء شلون جربتي أو شلون اكتشفتي موهبة أنماء خاصة هي بنتك الجعدة الصغيرة؟ فشو اكتشفتي فيها الموهبة؟ لا هي لما شفتها يعني تسوي حلويات وكذي، بس هي يعني كرغبة هي فاجأتني برمضان كانت تقول لي بتعلم الأكل كله، فبديت أعلمها المكابيس وهذا. عندنا إحنا الطبخة أنا ما أخذتها من الوالدة، والوالدة ما أخذتها من يدتي الله يرحمها، وقاعدين يتوارثون هالأجيال اللي هي اللي يريش لمنهنة. اللي يريش لمنهنة وايد صعب، ومو كل واحدة تقدر عليه يعني. لا مواصفات يعني من بيت لبيت يختلف. فأنا بالنسبة لي حبيت أن أورثها بعد حق بناتي وتعلمتها وما شاء الله تسويها وايد. تسوين يريش لمنهنة؟ اي يعني انت تسوين اكل كويتي 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 كويتي. اي اكيد. الريش المهنة انا احبه، يعني احب اكله من امي واحب اسويه لان لها قصه يعني. زين اي احلى اللي تسوينه ولا مال الوالده؟ صعب صعب الوالده اكيد. الحين بنذوق احنا وياك بنشوف حصه شنو تحبين. انا خليني اقول لكم انت دارسه التسويق صح؟ اي دارسه تسويق، بس ما سويتي لك مشروع ان شاء الله متى اشوف هذا؟ ما عندك الحين حاليا على الانستغرام ولا على عندي اكونتي اللي بانستغرام انمار از كوكينج، بس ما في توصيل. ما في توصيل، ما في شيء، في وصفات موهبه في وصفات يعني. شيء انا الوصفات اللي تسوينها يعني انا الحين ممكن اخذ منك وصفه التشيز كيك الرهش لما احطها ان شاء الله. لازم تكون نازله من انستغرام يعني. جربي الريزوتو. ايبه يلا جاهزه؟ انت جرب. لا لا انت راح تجربينه. خلينا نشوف الريزوتو وياك. يلا الحين حصة بتعطيكم على الهواء. تو قاعد تقول ان الشيف العادة تحب اللي يمدحها، بس عاد حصة تقول الصدق. انا اقول الصدق. اي ابيها تقول الصدق. انزين ان شاء الله ساضية راح تشجعينها على فتح مشروع خاص فيها ولا راح ياخذ من وقتها؟ اي يعني اكيد راح تسوي ان شاء الله، بس ابي شيء على مستوى يعني. انا ما ابيها تبتدي على خفيف يعني، يبي لها لازم تاخذ دورات برا. دورنا لها كذي مثلا بفلورنس بباريس، ضروري تاخذ دوره اول. صح. تكون متخصصه متخصصه بالضبط. يكون عندها صح. بالعافيه. وايد لذيذه وايد لذيذه. مشكوره. وبيها سبايسي شويه فلفل وبهارات كويتيه صح؟ لا ضفنا ايطالي شويه من عندنا بعد. في شويه بهارات كويتيه بس وايد لذيذه. بالعافيه. لذيذتك بصراحه. بالعافيه. لازم تجربها. راح اجربها الحين. والمعجنات شنو فيهم؟ المعجنات فيهم جبنة فتة مع خلطة سرية. حلو. وفيها مسخن. هم مسخن بس هم انت مسوية يعني. حتى العينة عندك ما شاء الله شكلها مميزة يعني، مو عينة العادية. هذه عينة امي يعني، حتى وايد ناس بالعائلة يطلبونها ان صدق تكون يعني مو تكون
ترفة ترفة اي ومو يعني مو عين اللي تحسينها ناعمه يعني صح. اكيد نشكركم اليوم على هذه الفنانتك الجميله اللي كانت موجوده اليوم ويانا. الجمهور اللي قاعد يتابعنا اللي حاب يجرب حياكم الله، لان ما في توصيل ولا في اكونت خاص غير الوصفات اللي حطتها انمار. نشكرك استاذه ضياء، حياكم الله، تشرفنا. احنا تشرفنا فيكم، نتمنى لكم كل التوفيق، واتمنى اني اشوف هذا مشروع ان شاء الله على مستوى الخليج مو بس بالكويت، لان ما شاء الله مميز ووايد لذيذ. ان شاء الله قاعد اشوف الاطباق الكويتيه هذه. اي نعم الجميله هذه انتم سويتوها؟ هذا اكونتش بعد. هيا الله المربيان هذا، هاي الاكل الكويتي الحلو اللي تسويه انمار. هذا اكونتها اللي بيشوف كل الوصفات الخاصه فيها. نشكركم على وجودكم حصه، يعطيك العافيه. مشكورين ما قصرتوا، واتمنى لكم كل التوفيق. انا احب اشكر دار الزين على الازياء، واشكر مشاعر العجيل على المكياج، وتسلم ايدكم على الغبقه الحلوه هذه. يعطيكم العافيه، احنا راح نشوفكم ان شاء الله باكر في مثل هذا التوقيت مع زملائنا. نشوفكم حلقه باكر، فما شكرا.